اتكلمنا عن المبادره يعني وفعاليات هنا في محافظه الاحساء ومحافظه المراه واليوم في الحمله القوميه لتطعيم الاطفال ضد مرض شلل الاطفال، واللي هتستمر من يوم 28 فبراير لحد 3 مارس، من يوم الاحد ليوم الاربعاء، اللي هتغطي جميع الاطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع النطاق الجغرافي لمحافظه القليوبيه. الاطفال المستهدفه من التطعيم حوالي 1,116,000 طفل، عاملين 2,291 فريق ما بين ثابت ومتحرك، ثابت في الوحدات الصحيه والمراكز ومكاتب الصحة، وكمان بعض الفرق الثابتة في أماكن التجمعات. الفرق المتحركة هتتحرك من شقة لشقة عشان تغطي جميع الأطفال المستهدفة في الفئة العمرية. نتمنى إن شاء الله ونهيد السادة المواطنين إن هم يشاركوا في تطعيم أولادهم نظرا لأهمية هذه الحملة على المستوى القومي للحفاظ على مصر الخالية من شلل الأطفال. شكرا.